فريدريك سينيسترا بطل الكيك بوكسينج الشهير المعروف باسم أندرتيكر الملاكمة يفارق الحياة عن عمر ناهز 41 عاماً متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا. لماذا أنكر إصابته بالفيروس؟ وماذا عن تلقيه اللقاح؟ أصيب بطل الملاكمة البلجيكي الشهير فريدريك سينيسترا مؤخراً بفيروس كورونا، لكن اللافت في حالة سينيسترا أنه أنكر إصابته بالفيروس ورفض البقاء في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بل فضل القيام بذلك في المنزل. صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن أندرتيكر الملاكمة عانى مضاعفات شديدة من جراء الإصابة بالفيروس أثناء مكوثه في منزله. سينيسترا لم يرفض تلقي العلاج في المستشفى فحسب، بل سبق له أن رفض تلقي لقاح كورونا مطلقاً على المرض اسم الفيروس الصغير. لكن تأثير الفيروس على جسد الملاكم الشهير كان أقوى بكثير مما توقعه. في أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي نقل سينيسترا إلى المستشفى 3 مرات، حيث وضع في غرفة العناية المركزة ونشر مقطع فيديو ظهر فيه كأنه يبذل جهداً كبيراً للتنفس. المحزن أيضاً هو أن بطل الملاكمة الشهير كان يتأمل أن يشفى من مرضه، إذ بقي نشطاً على حسابه على فيسبوك حتى قبل أيام قليلة من وفاته، ورد على من يتمنون له الشفاء قائلاً: أشكركم على دعمكم، أنا في المنزل أتعافى وسأعود أقوى 1000 مرة. خبر وفاته أعلنته زوجته من خلال منشور على صفحته على فيسبوك، قالت فيه: من أعماق قلبي أشكركم جميعاً على دعمكم وكل تحياتكم الرائعة لزوجي، لقد كان رجلاً كريماً ذا قلب كبير أراد مساعدة غيره بأي شكل.